السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحب بكم في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم نبذة مختصرة عن شبه الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الأولى. هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا نبدأ. أولا، أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل الدولة السعودية الأولى. كانت الدولة العثمانية تسيطر على معظم البلاد العربية، وامتد نفوذها ليشمل أجزاء من شبه الجزيرة العربية بهدف حمايتها من الأخطار الخارجية. فقد كانت الأوضاع فيها قبل الدولة السعودية الأولى على النحو التالي. ركزوا معي جيدا يا أصدقائي. أولا، الحالة السياسية. لم تكن شبه الجزيرة العربية تخضع لحكم موحد، فكانت بعض أجزائها تحت سلطة الدولة العثمانية، وبعضها خاضع لقبائل معينة، وبعضها الآخر خاضع لإمارات صغيرة على بعض البلدات التي تحكمها أسر معينة. ولذا قامت النزاعات والحروب بين زعمائها، مما أدى إلى انعدام الأمن في أغلب جهاتها، وكان من أشهر تلك الكيانات. الحجاز كان يحكمه الأشراف تحت سلطة الدولة العثمانية، واتخذوا من مكة المكرمة مركزا لهم. نجد، بلدات صغيرة متفرقة لم تكن خاضعة لسلطة الدولة العثمانية، وكان يحكمها أمراء من أهلها، ولذا ساد فيها الحكم الأسري، حيث كثرت الخلافات والحروب بين تلك الأسر. ومن أبرز تلك الأسر آل سعود، آل معمر، ابن دواس، وآل زامل. الإحساء والقطيف، وقد كانت خاضعة للحكم العثماني حتى انتزعها منهم زعماء بني خالد. أما عسير وجازان، عسير المناطق الجبلية كان يحكمها زعماء القبائل المحليون، أما تهامة فقد بسط أشراف الحجاز نفوذهم عليها، وجازان كان يخضع لنفوذ أشراف الحجاز. الحالة الدينية، كان التعليم في شبه الجزيرة العربية محدودا، لذا كان الجهل بأمور الدين سائدا، وبخاصة لدى سكان البادية، فانتشرت البدع والخرافات والأمور الشركية مثل ماذا؟ أحسنتم، التوسل بالأشجار والأحجار وبقبور الصالحين لجلب نفع أو دفع ضر. فأصبحت البلاد بحاجة إلى دعوة إصلاحية تنشر العقيدة الصحيحة، وإلى حكومة قوية توحد بلدانها وقبائلها وتوطد الأمن في أنحائها. إذن تعلمنا اليوم أوضاع شبه الجزيرة العربية قبل الدولة السعودية، من الحالة السياسية والحالة الدينية. وفقكم الله، مع السلامة.